من قلب مشارب في قطر مثل ما وعدناكم، المارينا موجودة لتغطية حصرية من قلب المونديال مثل ما بلغناكم من أول، بنكون موجودين ونمسي عليكم بالخير ونقول الحمد لله على هذا الافتتاح الجميل وعلى هذه الفعاليات الجميلة اللي موجودة في قطر. مارينا متواجدة، مارينا متواجدة للمشاهدين وللمستمعين تغطية أول بأول، سواء في السوشيال ميديا أو في القناة التلفزيونية أو في الراديو، بتسمعونا وبتشوفون آخر الأحداث وآخر المستجدات. وطبعا أكيد يتواجد معنا رواد البرنامج الكابتن محسن غانم، حياك الله. مساء الورد على الجميع، الحضور والمستمعين والمشاهدين من قطر، وليلة سعيدة بافتتاح كأس العالم في الأراضي العربية. صراحة شيء جميل وشيء يثلج الصدر، ونرحب برواد البرنامج الآخر سهيل الحويك، حياك الله. يا هلا حبيبي، نحن نتشرف اليوم نكون ممثلي الكويت في قطر في الحدث ومن قلب الحدث كما عودتكم مارينا. بصراحة مستمتعين بالأجواء يومين موجودين، طبعا كل مكان قاعدين نروح، احنا مو ثابتين في مكان واحد، كل مكان فيه المتعة. الفعاليات موجودة، أكثر من 90 فعالية موجودة خلال شهر كامل، وأكيد يعني مختلف الجماهير موجودين، حصلنا الجماهير الأرجنتينية والبرازيلية والألمانية والإنجليزية والكثير من الجماهير حتى العرب متواجدين بكثرة اليوم. بالفعل احنا مستمتعين بالحدث هذا اللي صاير اليوم، وأكيد راح نستمتع أكثر وأكثر، بتشوفون التغطيات موجودة. أنا بسأل الكابتن محسن غانم، يعني من مجرد وصولك لغاية اليوم هذا، شنو يعني أكثر شيء لفت انتباهك؟ والله شوف، بما أن لي تجربة سابقة في كأس العرب الموسم الماضي، فشفت خلال السنة هذه اللي طافت تطور كبير أكثر من اللي شفناه في كأس العرب. أنا أتوقع أن كأس العرب كانت بروفة وبروفة، وأنا في وقتها بالبرنامج أذكر قلت أن بروفة ناجحة، وفعلا خلال يومين هذا الحين يوم الثالث شاهدنا الأجواء المونديالية موجودة، جميع الجماهير المنتخبات المشاركة موجودة، وسجلنا يمكن أكثر من مقابلات مع الجماهير في أكثر من مكان، في سوق واجب، في استاد لوسيل. فالحمد لله احنا عايشين في كرنفال عالمي رياضي، بعيدا عن أي أمور أخرى تحاول أن تسيء أو تضر في هذا المونديال اللي تستضيفه قطر. قطر بإذن الله ستنتصر، ولله الحمد. اليوم احنا نشوف انتصار، يطلو انتصار، وأكيد احنا كلنا متفائلين بالأحداث اللي صايرة في الآونة الأخيرة موجودة. لكن بصراحة ما حسينا بأي زحمة، كان في سهولة من كل النواحي، وحتى يعني لما وصلنا يمكن شفنا شركات الاتصال كانوا متواجدين ووفروا لنا سيم كارد، طبعا كله كان يعني بالمجان لجميع الضيوف الموجودين. اي شخص عنده بطاقه هي يتواجد هني راح تكون له الامور كلها سهله. يكفي اخوي مالك قاطعك بالخير، يكفي عمليه المواصلات والتنقل داخل البلد في ظل تواجد 32 منتخب جماهير موجوده. يعني احنا قاعد نتنقل، احنا نفسنا قاعد نروح من مكان لمكان، ما ناخذ اكثر من 10 الى ربع ساعه لابعد مكان، وهذا شيء ترى ما هو سهل، يحسب لقطر فعلا. وبعدين انت حتى لما تدخل المترو يعني ما راح تحس باي ضيعه، ممكن الواحد يحاتي يقول ان انا اول مره موجود، ممكن احاتي موضوع وسائل التنقل. بكل صراحه انت لما تدخل المترو راح تلقى ناس يساعدونك، ناس موجوده حبيت تسال، بالاضافه لوجود اللوحات الارشاديه. اللوحات الارشاديه كلها توضح اول شيء الاستادات، ثاني شغله الامور اللي تحبين تروحوا لها والاماكن الرئيسيه. بصراحه يعني شيء نفتخر فيه، شيء يعني يثلج الصدر، واحنا اكيد متفائلين كل الامور هذه. سهيل يعني حدثنا عن تجربة لغاية الآن، يعني من خلال 3 أيام اللي متواجدين فيها. يعني هلا نحن خلال السنوات الأخيرة كنا عم نقرأ إنه عم قطر عم تجهز حالها لبطولة كأس العالم، وهناك الكثير من خلينا نقول من الأشخاص الذين قالوا مش لهالدرجة، ويمكن نوعا ما حاولوا يقللوا، لكن نحن اليوم على الأرض، المارينا بالطاقم الكامل تبعها هي موجودة على الأرض، جئنا إلى الدوحة ولمسنا لمس اليد أن كل ما قيل من قطر هو كلام صحيح. ولكن أنا شخصيا لأنه أنا صار لزمان بالقطاع الإعلامي، كان عندي تركيز أكبر على المركز الإعلامي الخاص ببطولة كأس العالم الموجود بمشارب. صراحة شيء فخم، شيء رائع جدا، الخدمات على أعلى مستوى، وهناك سهر على راحة الإعلاميين ابتداء من حتى قبل انطلاق البطولة. فأنا بصفتي صحفي بشكر قطر على اهتمامه بالجسم الإعلامي،
كله صراحه. فعلا فعلا احنا نحس بالفخر يعني اليوم احنا لما دخلنا المركز الاعلامي صراحه شفنا كافه التسهيلات من واي فاي، من اجهزه كمبيوتر. صحيح. من تواجد اعلاميين حتى المسؤولين متواجدين اول باول اذا كان عندك استفسار او سؤال. حتى عمل التنقل من مكان لمكان، يعني انت عندك مثل البطاقه هذه اللي عندنا، هذا اللي قاعد نستخدمها، هذا تسهل لنا كل الامور وبشكل مجاني. بالفعل اليوم احنا يعني البطاقه هذه جدا تسهل للاعلاميين التنقل من مكان لمكان، بالاضافه للتسهيلات تكون موجوده. بعدين لاحظت ان وجود متطوعين من مختلف الجنسيات سواء كانت العربيه والاجنبيه، فهذا شيء يعني يثلج الصدر. اليوم شفنا منهم ترحيب، يعني حتى لما يشوفونك يقبلونك بابتسامه، يسالونك على المنتخب اللي انت حابه تشجعه، فانت ما تحس بالوحده يعني حتى اذا كنت رايح بروحك او كان لك مشوار. بالاضافه للاجواء يعني اليوم انا سهيل يعني اطرح لك سؤال عن الاجواء اللي انت عايشتها. يمكن احنا كنا في سوق واقف في لوسيل، يعني عطنا انطباعك عن الاجواء اللي كانت موجوده يعني في هالمكان. نعم، نحن بنعرف انه قطر من وقت ما تمكنت من الفوز بشرف استضافه الكاس، يعني كنا عم نقول انه هيدي رح تكون مناسبه لقطر لكي تبين الثقافه الخليجيه والثقافه العربيه والحسن الضيافه والكرم وكل هذه الامور. ونحن كمان لمسنا هذا الشيء على ارض الواقع من خلال الترحيب بكل الوفود، من خلال احترام كل الوفود، حتى الشرطه حتى الامن اللي موجودين بالاسواق. هناك تعاطي جدا راقي مع الجميع. عندما تقترب من اي رجل امن او اي رجل لكي خلينا نقول تستفسر عن اي شيء، هناك نوع من حسن التصرف. وانا مؤكد انه اللجنه العليا للمشريع والارث كانت حريصه على هذا الموضوع والاهتمام بادق التفاصيل. بالنسبه للجمهور، انا شفت كثير في جمهور تونسي مغربي من واقع تواجد جاليه كبيره لهالدولتين بقطر، وايضا من واقع مشاركه المنتخبين ببطوله كاس العالم، وايضا شاهدت الكثير من الانجليز وايضا من البرازيليين والمكسيكيين الذين قاموا برحله كثير كبيره. انا برايي انه راح يصير في عدد اكبر من المشجعين من دول اخرى مع تقدم البطوله، لانه بيقول لك واحد مثلا انا ماني مضطرج من اول البطوله لكي أنتظر مباراة فريقي. فأنا برأيي مع مرور البطولة في أيضا وفود من جنسيات مختلفة راح تصل إلى قطر. بالفعل يعني صدقت اليوم إحنا بنشوف الأجواء، يعني مثل ما أنتوا شايفين الأجواء هذا خارج استاد البيت شيء يثلج الصدر. طبعا هي تحفة معمارية، وشوفوا يعني التغطية اللايف هذه فعلا فعلا ممتعة. الجماهير حتى موجودة خارج الاستاد. أبو عبد الله إيش رأيك تعليقك على هالمنظر الجميل؟ حاضر قبل المباراة بساعتين ثلاث، يمكن الناس مستغربة أن اليوم يعني كاس عرب وكانوا حاضرين قبل ساعتين ثلاث، فما بالك كاس عالم. الجمهور حاضر يعني تقريبا قبل ثلاث أربع ساعات، خاصة المنتخب الإكوادوري هو الأول كان حضورا للملعب ليكون مهيئ أكثر وياخذ على الملعب. الجمهور أيضا موجود وسعيد، وأيضا غير جماهير القطرية والإكوادورية تشوف جماهير مختلف المنتخبات وجميع التيشيرتات لابسينهم اللي يمثلون المنتخب، اللي أرجنتيني اللي برازيلي. قاعد نشوف والله كرنفال، وبصراحة قاعد نعيش أجواء إن شاء الله خلال الأيام قادمة راح نوضحها أكثر وأكثر. بالفعل أبو عبد الله، وأنا أقول لك يعني المنظر اللي إحنا شايفينه الحين لايف، يعني هذا تغطية المارينا لايف لأجواء خارج الاستاد، بصراحة المنظر أجمل من إنك توصفه صراحة. يعني مهما قلت يعني ما راح تعطيه حقه. بالإضافة يمكن إحنا شفنا يمكن مع اختلاف الجماهير اللي موجودة، لكن ما شاهدنا مثلا عمليات شغب، لا شفنا الأمن بكل مكان. لا سهيل، لا 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 لا، يعني الأمن كان موجود، مسيطرين على الأمور. نعم، نحن نعرف أنه صار في نوع من التعامل ما بين قطر وعدد من الدول اللي عندهم خبرات على مسألة الشغب، لأنه نحن نعرف أنه قطر من الدول السالمة جدا. صدقت سهيل، يعني هو يعني هي من الدول اللي الجميلة واللي هي قادرة على يعني الضبط الأمني اللي موجود. يمكن دول كثيرة عجزت عن هذا الشيء. عموما احنا عندنا بريك ديني ونرجع نكمل من جديد. بلنتي برعاية برجر كينج. بلنتي بلنتي، عودة مرة أخرى البرنامج بلنتي ومن قلب الحدث. مثل ما أنتوا شايفين أن الأحداث جميلة صراحة، وإحنا قاعدين ناخذ المقتطفات. عموما احنا عندنا تقرير مسوينا، نبيكم تشوفون فقرة التقرير هذه من بعد ما كانت هناك فقرة كاونت داون. خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم من جديد. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. الثاني من ديسمبر 2010 لحظة الإعلان عن فوز قطر التنظيم بجدارة
أمام عدة منافسين، وأوفت بالتزاماتها مبكراً واختبرت جاهزيتها في عدة مناسبات واستحقاقات. وليس بغريب على قطر هذه النجاحات، فقد سبق لها تنظيم عدة بطولات إقليمية وقارية وعالمية. أعلن افتتاح بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021، وأهلاً بجميع العرب في دوحة العرب. ولم تكتفي فقط بإنشاء الاستادات العصرية الفريدة من نوعها والتي تعكس الإرث الخليجي والعربي والإسلامي، بل أن هذه المنشآت المميزة تسير وفق استراتيجية الاستدامة التي وضعتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أعلى معايير، سواء كانت على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبشري والبيئي. كما تهدف البطولة ذات الشعبية الكبيرة في العالم إلى استقبال الجميع، بحيث يشعرون بالترحيب والأمان والمتعة، وبأنهم جزء من تجربة فريدة في النهائيات العالمية دائم. ولهذا يسعون إلى جعل كوكبنا أكثر خضرة باعتماد معايير بيئية عالية الجودة في بناء المنشآت، ويحرصون على ترك انعكاس إيجابي على حياة الناس في مجالات عدة مثل حقوق العمال، التعليم، وريادة الأعمال. ويأملون أن تتيح النهائيات لمليارات البشر التعرف عن كثب على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، لأنها المرة الأولى التي سيتاح لهذا الكم من الشعوب التعرف على الثقافتين العربية والإسلامية. رحلة عمل شاقة دامت 12 سنة متواصلة، أمامها تحديات كثيرة وعقبات متواصلة، ولعل أبرز تلك التحديات جائحة كورونا والتي تسببت بالركود الاقتصادي وتأخر المشاريع في مختلف أنحاء العالم، إلا أن قطر كانت ثابتة وعلى الموعد. وأضحت قطر كوكباً صغيراً للرياضة لا يضاهيه بلد في الكرة الأرضية في تنظيم المناسبات الرياضية منذ أن تصدت لتنظيم أسياد 2006، وهي المناسبة الأوسع في القارة الأكبر في العالم، وبدأت تبهر الآخرين ببطولات مختلفة قارية وعالمية، حتى تقدمت الدول في تنظيم البطولات خلال جائحة كوفيد-19 بإجراءات مدروسة وخطوات مثيرة للإعجاب، لتمنح الجمهور الرياضي وعشاق كرة القدم الأمل في متابعة لعبتهم المفضلة في أحلك ظروف الكرة الأرضية، عندما نظمت دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية وكأس العرب في فترة كورونا الحرجة. وربما توقع الإعلام الغربي أن تتراجع قطر عن خططها بسبب الجائحة، أو تتوقف أعمال البناء في الملاعب، لا سيما أن الجائحة جاءت في وقت حرج وقبل عامين من المونديال. لكن بلداً يضع حساباً لكل الظروف فوت الفرصة على المتصيدين ونفذ خططه بكفاءة، وأعلن عن جهوزيته للمونديال قبل أشهر. لذا سيضطر الإعلام الغربي اليوم إلى القول هيا بنا إلى قطر. هيا بنا إلى قطر وإحنا موجودين وعلى الموعد، وشفنا حفل الافتتاح. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله أن إحنا كلنا مستمتعين اليوم. أبو عبد الله، يعني إيش رأيك بالأحداث اللي صارت؟ 12 سنة كانت تحديات كبيرة أمام قطر، واليوم شفنا أنهما على الموعد. اللهم قطر عملت منذ 12 سنة تقريبا منذ أبو عبد الله مسأل المايك، مو متعودين على المايك، حاطي سماعة بالأذن من 12 سنة منذ إعلان الفيفا أن قطر راح تنظم بطولة كأس العالم، ولأول مرة في عالم إسلامي وبلد عربي استضافة لهم تاريخ كأس العالم، يعني هذا على الأراضي القطرية بعد عمل جبار ومبدع على مستوى البنية التحتية وتجهيز الملاعب، وهي في الحقيقة يعني نجحت قبل أن تبدأ. والهجوم هذا كله لأن بلد عربي مسلم يحافظ على تقاليده وعاداته وتراثه، ورغم الهجوم الإعلامي الحقيقة الأوروبي القذر بشهادة رئيس الاتحاد اللي هو من أوروبا إنفانتينو، فهذا الرد الواضح عليهم يعني، وشهد شاهد من أهلهم فأدانهم إدانة كبيرة وتكلم عليهم كلام أنهم
أنتوا المفروض تنتبهون للمهاجرين اللي عندكم في أوروبا بدل ما تتكلمون على العمال اللي في قطر. وأشاد مو أنه يعني الواحد يفهم أنه في قطر في مشاكل عمال، بالعكس أشاد في ما المعاملة اللي قاعد تعاملها قطر مع العمال اللي عندهم في قطر. صاد صاد يا أبو عبد الله، وألف الحمد لله أن اليوم ردوا على كل الدعاءات، وكل الدعاءات الحمد لله مردود عليها. واليوم إحنا شفنا يعني افتتاح وثيرة الصدر، شفنا اليوم ما في حتى اختناقات مرورية أو غيرهم، لدرجة أن الإعلام الغربي على الرغم من تواجده اليوم ما لقى أي ثغرة. عموما إحنا عندنا المراسل جعابي وهو موجود في قلب الحدث من أجل التغطية. خلونا نشوف تغطية جعابي. إحنا بناخذ معاه سؤال ونشوف يعني آخر تغطيات اللي موجودة، خصوصا متواجد هو خارج الملعب، مبين أنه هو مستانس على الأمور اللي موجودة ومستمتع، وإحنا كلنا مستمتعين يعني بالشيء هذا. ولا إيش رأيك يا سهيل؟ يعني تشوف المتعة موجودة يعني مثل ما أنت شايف يعني بالصور اللي موجودة؟ يعني أكيد الصور خير. أتفضل. شوف شوف هذا جعابي موجود. الأمور هذه خصوصاً موجود أمام التحفة الفنية. جعابي عندك المايك ومنتظرين نشوف شنو آخر الفعاليات وآخر الأمور اللي أنت شايفها في أرضية الملعب. أول شيء أرحب فيكم وأرحب بالكباتن، كباتن بلنتي محسن وسهيل ومالك، يعطيكم العافية. أنا حالياً متواجد أمام استاد البيت، حلو، وأنا صار لي ساعتين هني وسويت لقاءات مع الكل زين. وطبعا تونا خلصنا عرض الالعاب الناريه اللي شفناه خلصناه، ومثل ما انتم شايفين الحين في استراحه شويه بين الالعاب وبين الحفل وبين بدايه المباراه. انا ودي اقول شغله، الانسيابيه هذه شغله لاحظتها، يعني دخول الجماهير المكان كله، وانا قابلت اكثر من يعني من الجمهور الاجنبي قالوا لي انه يعني سالفه مو مثل ما توقعوا واسمعوا بالجرايد وبالاعلان بالأخبار قبل العيون، كلهم انصدموا لما نيو هني. وإن شاء الله يكون تكون المباراة يعني عند حسن ظنهم. انقطع الاتصال. إن شاء الله إن شاء الله تكون يعني الأمور كلها طيبة. مالك الله يعافيك. نرجع لك في الاستوديو. الله يعافيك والله يحفظك شعابي. شكرا لك على التغطية الحلوة هذه. طبعا هو ذكر نقطة حلوة سهيل، إنه يقول إن الإعلام الغربي يعني سمع شيء وشاف شيء ثاني مختلف. انت ايش رايك سهيل؟ يعني في امر جدا جدا واضح، هو انه لما كنا نحن عم نتابع الانتقادات التي كانت توجه الى قطر لاسباب دفينه ولاسباب فيها الكثير من الحقد، كنت انا انتظر من الجهات القطريه ان ترد على كل هذه الانتقادات، ولكن دائما خلينا نقول القيادات القطريه القيادات الرياضية كمان لم تكن ترد عبر البيانات وعبر كل ذلك، ولكن كانت ترد على أرض الواقع. واليوم هو خير دليل على أنه نحن لا نرد على الأمور التافهة، ولكن نحن نرد في أرض الملعب. اليوم عندنا 8 ملاعب من أروع الملاعب في العالم موجودة بقطر، على أعلى مستوى من التكنولوجيا، على أعلى مستوى من التجهيزات. هذا أول رد. الرد الثاني، كل الدول التي تأهلت إلى كأس العالم حضرت إلى كأس العالم، وبالتالي العرس كامل، وعلى كل من تحدث أن يتوقف عن كل ذلك. عموما يعني نقطة جميلة من سهيل، اليوم احنا نشوف يعني التكنولوجيا حاضرة والأمور كلها حاضرة. طبعا سهيل ومحسن غانم كانوا موجودين في قلب الحدث في لوسيل، يعني عملوا تغطية. احنا التغطية وتقريرهم خلونا نشوفه ونرجع لكم مرة ثانية بعد ما نشوف التقرير. بلنتي عودة مرة أخرى، واليوم المباراة افتتاحية وحفل الافتتاح اللي أبهر الجميع. احنا دائما نشوف أول بأول، نطالع ردود الأفعال، قاعدين نشوف لايف الأجواء سواء داخل الاستاد أو برا الاستاد، صراحة متعة. لما نتكلم عن موضوع المباراة الافتتاحية، مباراة افتتاحية يمكن احنا في 2006 بدينا نشوف ان الدوله اللي تستضيف الحدث هي اللي تلعب مباراه افتتاحيه، من بعد ما كان ان من 74 لغايه 2002 دائما البطل هو اللي يلعب المباراه الافتتاحيه. 2006 كانت في المانيا اللي لعبت ضد كوستاريكا وانتصرت 4-2، 2010 جنوب افريقيا واللي تعادلت مع المكسيك، بالاضافه 2014 البرازيل عندما انتصرت على كرواتيا، 2018 عندنا روسيا لما انتصرت على المنتخب السعودي، والحين عندنا قطر ضد الاكوادور. اكيد هم ما غيروا موضوع ان الدوله المستضيفه هي تلعب مباراه افتتاحيه الا لمعرفه التاثير. سهيل اليوم كلمنا عن تاثير ان الدوله المستضيفه هي تلعب في المباراه الافتتاحيه بعد حفل الافتتاح.
يعني اكيد لانه بتكون كل الانظار خلينا نقول متجهه نحو البلد، وانا بشوف انه ان يخوض البلد المضيف المباراه الافتتاحيه هو اضافه، غير انه البلد خلينا نقول الذي يحقق اللقب في النسخه السابقه هو من يخوض الافتتاح، خصوصا انه بتعرف الانظار كلها بتكون مشدوده نحو تلك خلينا نقول العرس العالمي في بداياته. هل هذا لديه امور سلبيه او ايجابيه؟ انا بشوف انه هناك ضغوطات اليوم اكبر على المنتخب القطري مقارنه بالمنتخب الاكوادوري. اليوم المنتخب الاكوادوري هو منتخب نوعا ما شاب مطعم بالعديد من العناصر الخبيره، ولكن بشكل عام هو منتخب شاب بقياده مدرب ارجنتيني الفارو. في مواجهه منتخب قطري ارى بانه يمكن أخذ العديد من الدروس منذ فوز قطر بشرف استضافة بطولة كأس العالم من خلال فوزه بكأس آسيا 2019، مشاركته بكوبا أمريكا، بالكأس الذهبية، فضلا عن تنظيمه بطولة كأس العرب وخوضه العديد من الاستحقاقات. اليوم في عدة نقاط حلوة، هي أنه بآخر 5 مباريات المنتخب القطري تمكن من الفوز بالمباريات الودية، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، 3 مباريات خاضها المنتخب القطري على استاد البيت وتمكن من الفوز فيها جميعا وسجل 9 أهداف. هذه كلها نقاط تعتبر إيجابية، ولكن هناك ضغط كبير تحدث عنه المدرب سانشيز مدرب المنتخب القطري، يلي العديد من الأشخاص يمكن توقعوا أنه يجري إقالته في يوم من الأيام لتعيين مدرب يمكن عنده اسم أكبر، ولكن الاتحاد القطري لكرة القدم أصر على التمسك بسانشيز لأنه هو من ساهم في بناء هذا الفريق منذ أن كان العناصر في مقتبل العمر، تمسكوا بسانشيز وهم يثقون به. وصرح سانشيز قبل أيام وقال أمضينا 12 سنة من الضغوطات والمتاعب، لأننا نحن واللاعبون كنا نترك الأسرة ونتوجه إلى قارة العالم المتعددة لكي نخوض البطولات وصولا إلى هذا اليوم التاريخي، ويعني باليوم التاريخي المباراة الأولى في بطولة كأس العالم. نتمنى جميعا أن يحصد المنتخب القطري نتاج هذه السنوات 12 التي كان فيها يستعد لكي يمثل العرب سواء على المستوى التنظيمي وأيضا على المستوى الرياضي، يعني يكون مستوى المنتخب القطري في هذه البطولة عالي جدا. بس بدي أشير شغلة، أنه المنتخب القطري هو المنتخب رقم 80 الذي يشارك في بطولة كأس العالم، وهو الوحيد الذي يخوض بطولة للمرة الأولى. وكمان بدي أشير إلى أنه الإكوادور في مشاركتها السابقة وهي 3، هذه المشاركة الرابعة بكأس العالم، لم تواجه ولا أي منتخب آسيوي، يعني اليوم سوف يكون الاختبار الآسيوي الأول للإكوادور. أكيد يعني هذه أول تجربة آسيوية، وإحنا نتمنى ما تكون تجربة ناجحة بالنسبة للإكوادور. نتمنى بالطبع تتعرض للهزيمة بالتجربة الآسيوية. يمكن هي الإكوادور نوعا ما يمكن منتخب ما عنده خبرة. أنا بكلمك يمكن كابتن محسنين عن أثر مباراة افتتاحية، هو ذكر ممكن تكون في ضغوطات على صاحب الأرض، ممكن نأخذها من زاوية ثانية، في ضغوطات على الإكوادور نفسه، إن اليوم الجمهور القطري يعني موجود ومتواجد ويشجع الفريق ويساعد. انا اتوقع ان التاريخ يعيدني اخوي سهيل، ان البلد المستضيف ما خسر ولا مباراه افتتاحيه في تاريخ كاس العالم. صح. وهذا شيء جانب نفسي يعني اسوأ نتيجه بالنسبه لها ان تطلع تعادل، طبعا التعادل بالنسبه لها خساره. انا بالنسبه لي المنتخب القطري سنوات طويله وهو يعد ومثل ما قال أخوي سهيل أكثر من مدرسة، جرب شارك في تصفيات أوروبا وشارك في الكونكاكاف وشارك في الأمريكا كوبا أمريكا وشارك يعني لا إلى من بعد ما حقق كأس آسيا الفريق استقر تماما، والمدرب يعني على الجانب الفني والعناصر أصبح استقرار، وهذا شيء مهم جدا على المستوى الفني والعناصر. يعني تجد المنتخب القطري في المباريات الودية الأخيرة مثل ما قال خويسيل إنه ما خسر، وهذا يعطي انطباع المفروض اللاعبين هذولا اللي تأسسوا من سباير إلى أن وصلوا لمراحل عديدة وتوجوا في كأس آسيا، والآن هم في أعلى بطولة في العالم على مستوى كرة القدم. يعني اليوم المفروض اللاعبين في تجانس وفي كل الأمور الإيجابية موجودة. أهم نقطة اليوم في مباراة الافتتاح
انه يكون تركيز الذهني عالي، ان الرهبه تكون ما هي موجوده، لانك انت خذت تجارب كثيره مع اعلى الفرق واقوى المستويات. منتخب الاكوادوري حل رابعا في التصفيات امريكا الجنوبيه، لاقى فرق قويه اللي تفوقت عليه، يعني تعادل مع البرازيل في لعبه وخسر لعبه، تعادل مع الارجنتين في لعبه خسر، مع الاوروغواي، هذول الفرق اللي كانوا في الثلاث المراكز الاولى. الاكوادور ما هو فريق سهل، الاكوادور مباريات الاخيره يمكن 4 أو 5 مباريات ما دخل مرمى هدف، يعني معناتها المنظومه الدفاع عنده الدفاعيه قويه. اليوم يوم اللاعبين خلاص، المدرب وضع اللي عنده، الخطه معروفه، التجانس موجود، كل الامور، الاتحاد القطري والدوله ما قصرت، عملت كل شيء مع البنيه التحتيه، مع تجهيز الملاعب، جهزت وصنعت فريق من السباير الى كاس اسيا الى كاس العالم. اليوم يوم اللاعبين، الشغل اليوم في عند اللاعبين، لا حد يقول والله الطريقه غلط، الخطه غلط. الفريق القطري واضح، واليوم يدعمه الارض والجمهور، ولا بديله عن الفوز ان شاء الله. ان شاء الله احنا نقول باذن الله اليوم الفوز يكون موجود من صالح المنتخب القطري. عموما يعني احنا سوينا تقرير كذلك في الكورنيش، اخذنا يمكن اخر الاجواء واخر يعني المستجدات اللي كانت موجوده، فاحنا بناخذ التقرير ونرجع لكم من جديد. عوده مره اخرى لاستكمال حديثنا عن مباراه قطر والاكوادور. طبعا المباراه بتنطلق بعد قليل، اكيد احنا مترقبين. الاكوادور يمكن كمنتخب مو المنتخب الخبره بالنسبه لكاس العالم، يمكن سهيل ذكر انهم 3 مرات تاهلوا لكاس العالم، اول مره كانت في 2002. هم يمكن الاكوادور تاريخيا يمكن ما لهم شيء يذكر كتاريخ، طبعا نتكلم هم يمكن تعلموا من المدرسه اليوغوسلافيه دوشان تراسكوفيتش في سنه 1988، هو بلش معاهم وبدا ياسس ويعطيهم الدروس ويحاول انه ينشئ يمكن منتخب قادر على المنافسه، خصوصا انهم يمكن مع التطور في 93 حلوا في المركز الرابع في بطوله كوبا امريكا، 2002 كان اول تاهل، فهذا سر تاسيس المدرسه الاكوادوريه عن طريق المدرسه اليوغوسلافيه. سهيل كلمنا يمكن عن منتخب الاكوادور، هل تشوفه منتخب اللي شكل خطر في المجموعه هذه او في المجموعه ككل؟ يعني هلا بالنسبه لقطر، خلينا نبلش. يعني قطر عندها اول مباراه ضد الاكوادور، انا برايي لزاما عليها تفوز بهذه المباراه. ثاني مباراه ضد السنغال، صح السنغال انه محرومه من ماني، ولكن هناك تفاؤل، خلينا نقول على مستوى المدرب بتصريحه الاخير قال بانه منتخب السنغال ليس فقط ماني، ومن ثم المباراه الاصعب لقطر وهي هولندا. بالنسبه للاكوادور، اليوم الاكوادور تحتل المركز 44 بالتصنيف الفيفا، وهي تتفوق على قطر ب6 مقاعد فقط. فإذا ما نطلع على هذا الرقم نشوف أنه هناك في بعض التوازن ما بين يعني الاثنين. وأنت بتعرف 3 مرات شاركت الإكوادور بكأس العالم، مرتين خرجت من الدور الأول ومرة خرجت من دور الـ16، لم تخرج الكثير من اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم، خلينا نقول بأوروبا، مثل ما عملت البرازيل، مثل ما عملت الأرجنتين، مثل ما عملت الأوروغواي بالسنوات الأخيرة. لذا يبدو الاسم متواضع نوعا ما مقارنة بأترابه بأمريكا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين، ولكن علينا الحذر من الإكوادور بالمباراة الأولى. هي تلعب بطريقة 4-1-4-1 في مقابل خطة المنتخب القطري 5-3-2. أنا أتوقع يمكن نوع من خلينا نقول من الحذر من المنتخب القطري ببداية الجيم، وأنا عندي شعور بأنه المنتخب الإكوادوري سوف يخوض المباراة الأولى من دون منه مضغوط، يعني غير مطالب بالقيام بالكثير من الأمور. لذا برجع بقول وبكررها، الضغط كله على المنتخب القطري. مالك، أكيد أنت شايف أن الضغط على المنتخب القطري، وإحنا نقول يا رب أن حضور الجماهير يؤثر بشكل إيجابي ويؤثر بشكل سلبي على منتخب الإكوادور، بحيث أن يحسون بضغوطات أو يحس أن المباراة خارج أرضه وبعيد عن ملعبه، بعيد عن جمهوره، مع أن شو اللي تشوفه، شنو الحظوظ مع هذه؟ أنت ذكرت شو اللي يحتاجون يسوون. الحين احنا بنتكلم عن موضوع الحظوظ. شوف، من ناحيه الخبره خلينا نكون واقعيين، الخبره لما تيجي حق فريق مشارك 3 مرات قبلك يعني بكاس العالم، فهذه تحسب له، يعني مو اول مره، انت المستضيف اول مره، هذه شغله، هذه تحسب للاكوادور. الشغله الثانيه،
اللي تحسب لك انت تستفيد منها ان الاكوادور في التصفيات النهائيه احتل المركز الرابع، لكن في تراجع كبير في السنوات الاخيره لمنتخبات امريكا الجنوبيه، ولذلك تجد البرازيل والارجنتين في صداره وفارق كبير من النقاط عن الثالث والرابع والخامس، هذا ما كنا نشوفه في السابق، وهذه نقطه ايجابيه للمنتخب القطري. المنتخب القطري ما ينقص شيء، انا ذكرت لك قبل قليل انه صحيح يلعب في 5-3-2 وتشكيلته واضحه، عنده شيب وعنده في الخماسي همام وعبد الكريم حسن وعلام والراومي وبدرو. بدرو انا اتوقع انه مكان، لان المباريات السابقه كنت اشوف انه يلعب اسماعيل محمد، فحدث الان ما ادري شنو بالموضوع. الهيدوس وابو ضياف وحاتم في الوسط، وفي المقدمه اكرم عفيف والمعز. انت عندك منظومه دفاعيه متجانسه، وعندك عناصر في خط الوسط مسانده في مهاره في شكل اكبر، وعندك لاعبين كاكرم عفيف والمعز المهاره والسرعه والتهديف. انا تكلمت كثيرا على المنتخبات العربيه، واتمنى ان المنتخب القطري ما يكون واحد منهم كونه اول مشاركه له، ان السكور او النسبه تعتبر ضعيفه في مشاركاتهم في ناحيه تسجيل الاهداف، تسجيل الاهداف جدا ضعيف في المباريات. فلذلك على قطر ان اليوم تثبت ان هذا الشيء، يعني هي مغايره للمنتخبات الاخرى، واتمنى ان يستغل المنتخب القطري الفرص، لان ممكن جزئيات بسيطه وفرص قليله بالنهايه تطلعك من البطوله. بإذن الله بإذن الله. احنا نعرف يعني أهمية المباراة الافتتاحية، هي تحدد عديد من الأمور، هي تبعد الضغوطات خصوصا لما تنتصر، تبدأ يمكن تمتصر الضغوطات، تلعب بريحية تامة، ما يكون في انتقادات، وإن شاء الله ما يكون في يعني ضغوط سواء على المدرب أو على اللاعبين. أنا سهيل يعني ودي أوجه لك السؤال يعني عن المباراة هذه، يعني أنت شنو ودك تقول يعني من زاوية ثانية؟ يعني بس أنا بدي أذكر إنه الفريقين التقوا 3 مرات، فوز تعادل خسارة، فإذن الكفة متعادلة كليا. ولكن المباريات الأخيرة بالعام 2018 بقطر، هن 3 مباريات صاروا بقطر، خسارة وربح وتعادل. المباريات الأخيرة بالعام 2018 4-3 فاز المنتخب القطري، نتمنى أنه بتتكرر. بس في نقطة بدي أقولها، أنه اليوم كتير حبيت أنا خيار اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم اختيار استاد البيت لحفل الافتتاح، لأنه يعكس التقاليد العربية والتقاليد الخليجية. الملعب بيسع له 60,000 متفرج، واستلزم عملية بنائه 5 سنوات، واليوم هو محط أنظار العالم. فهيدي الخيمة الخليجية العربية اليوم موجودة على كل الشاشات لكي تؤكد قدراتنا نحن كعرب على العطاء وعلى التنظيم، حتى ولو كان التحدي كتير كبير من تحدي كأس العالم. فعلا جميل سهيل، اليوم احنا تذكرت نقطة وايد مهمة، هي موضوع يمكن التراث والإرث والعادات والتقاليد، وهي مو بس ترمز يعني للقطر، لا ترمز أيضا للخليج بشكل عام، واحنا يعني عارفين ان احنا ثقافاتنا بتشابه اليوم احنا في الخليج. يمكن انا ودي اكلمك عن موضوع المباراة، احنا عندنا اكرم عفيف، ابو عبد الله اكرم عفيف، يمكن في سنة 2019 حصل على افضل لاعب في آسيا، من اكثر اللاعبين المميزين، من اكثر اللاعبين خبرة، يمكن خلال السنوات الماضية يعني ارتبط وايد اسمه في عدة أندية يعني أوروبية أو يعني في أمريكا الجنوبية وغيرهم. أنت شو رأيك، شلون تشوف إضافة اللاعب خصوصا أنه هو خبرة؟ أنا أكرم عفيف بصراحة من اللاعبين عاجبيني في قطر، يعني أنا أشوفه أفضل لاعب في منتخب القطري، أكثر لاعب مؤثر ومهم بالفريق، متى كان حاضر في مستواه راح يعمل فارق. أنت الآن أكرم وبقية اللاعبين اللي استمروا مع بعض سنوات، هذول الآن يعيشون فرصة ما راح تتكرر، قد لا تتكرر، ما الله أعلم. هذه فرصة، لأن أنا نتاج التعب اللي تعبته في السنوات واجتهدت فيه والمعسكرات والأكثر من بلد رحت، ويمكن ابتعدت عن أهلي سنة، يمكن أشهر ما أشوفهم، هذا كله الآن اللاعب شنو اللي يطمح فيه؟ الجميع يطمح أن يشارك في كأس العالم، على مستوى اللاعب، على مستوى المدرب، على مستوى المشجع، انه يحضر كاس العالم. هذه فرصه للاعبين المنتخب القطري انهم يبرزون وانهم يحترفون في اوروبا وفي دول اخرى، لان المنتخبات العربيه تعاني من المتقدمه، ان نحتاج لاعبين يكونون محترفين في اوروبا وفي دول اكثر. اكيد ابو عبد الله، يعني انت ذكرت نقطه وايد مهمه يعني عن موضوع اكرم عفيف، وان هذه فرصه اليوم انت امام العالم، اكيد تحاول تثبت نفسك وتحاول
تثبت يعني عدة أمور وترسل رسالة للجميع، وبإذن الله أن أكرم عفيف قادر هو وزملاء يمكن أغلب الأندية الآن عيونه على كأس العالم، يشوفون طبعًا طبعًا بيشوفون النجوم اللي راح يبرزون، فهذه فرصة للجميع، حتى المنتخبات اللي مو مرشحة للفوز هذه فرصة. أنا كلاعب حتى في منتخب ممكن يطلع من الدور الأول معروف ومرشح، لكن فرصة أني أثبت من ناحية تسجيل الأهداف، من ناحية أكون في مركز الظهير أني في مهارات في دور دفاعي هجومي، من ناحية الوسط حراسة المرمى، كل المراكز وأي الفرق هي اللي اللاعب يحاول يبرز نفسه ويحترف في الخارج. طبعا أكيد، وإحنا يمكن من ناحية الإكوادور عندنا من أفضل لاعبين المميزين كايسيدو اللي هو يلعب مع نادي برايتون، اللاعب يعني يمكن من خلال آخر سنتين بدأ يبرز بشكل كبير، وحاليا يمكن محط أنظار الإكوادور تكون على اللاعب هذا. نعم في نعم في كمان لاعب أنر فالنسيا بلعب بالدوري التركي 33 سنة، كمان هذا أحد عناصر الخبرة بالفريق. أنا فقط أتمنى أنه أن لا يتكرر سيناريو جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا كانت البلد الوحيد الذي يستضيف بطولة كأس العالم وقت بال2010 وخرج من الدور الأول، نتمنى أن لا يتكرر لأنه جنوب أفريقيا كانت الوحيدة التي تذوقت هذه الكأس المرة مالك. أكيد أكيد، وإحنا ما نتمنى شيء هذا يصير، نتمنى أن قطر تستكمل مسيرة النجاح للدول المستضيفة على سبيل المثال ألمانيا والبرازيل وغيرهم، يعني باستثناء يمكن جنوب افريقيا يمكن من اخر الدول اللي فشلت في موضوع التاهل. انا ابو عبد الله بسالك عن توقعاتك للمباراه هذه. ان شاء الله قطر راح تفوز باذن الله. باذن الله باذن الله. توقع وامنيه ان شاء الله. توقع وامنيه، كم تفوز كتوقع؟ اتوقع 2-1. 2-1 تفوز قطر. نعم نعم. بالنسبه لك سهيل؟ يعني انا بالنسبه لي احنا دائما بنقول انه دائما مباراه الافتتاح بيكون فيها حذر، بيكون المنتخبات هيك عندها خوف، ولكن مثل ما قلت حضرتك مالك انه اثبتت المباريات الافتتاحيه بالسنوات الاخيره، يعني المانيا كوستاريكا 4-2 والبرازيل كوريا 3-1 وروسيا السعوديه 5-0، بعتقد تغيرت هيدي القاعده. ولكن اليوم انا بشوف المباراه رح تخلص 1-0 لاي من الفريقين، ولكن اميل اكثر ناحيه المنتخب القطري ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا نمني النفس. عموما احنا وصلنا لاخر فقرات، فقره يس اور نو يا كباتن. الفقرة الأخيرة فقرة يس أور نو، ترى ما عندنا وقت أسئلة وما عندنا وقت صدق ما عندنا وقت المرة. مونديال قطر سيصبح أفضل مونديال بالتاريخ وعبد الله. نعم سهيل. أكيد نعم. قطر قادر على التأهل في مجموعاتها أبو عبد الله. نعم سهيل. نعم. أكرم عفيف سيسجل الليلة أبو عبد الله. إن شاء الله سهيل. إن شاء الله. مباراة الليلة ستنتهي بالتعادل أبو عبد الله. لا سهيل. لا. استاد البيت هو أفضل استاد من ناحية المنشأة والشكل في المونديال أبو عبد الله. يعكس التراث العربي الأصيل. نعم. يعني أنت تشوف أنه هو يمكن أفضل استاد؟ نعم. سهيل. أجمل استاد، ولكن أجمل أنا برأيي الأفضل هو اللوسيل. نعم جميل. عشان سوى تغرير فيه. طبعا أكيد نشكر رواد البرنامج، نشكر السادة المشاهدين والمستمعين، نتمنى أنكم استمتعتوا معنا، وإحنا متواجدين بشكل يومي بإذن الله من الساعة 6 إلى الساعة 7. نشوفكم على خير.